الصفة الغالبة على السنتين والنصف الماضيتين من حكم الرئيس محمد الشيخ الغزواني أصفها بالإيجابية. إذا ما وضعنا في الحسبان التحديات الكبيرة التي وجد البلد عليها من الناحية السياسية ومن الناحية الاقتصادية ومالية المالية العامة للدولة، وإذا وضعنا في الحسبان أيضا عاملين أساسيين أثرا تأثيرا كبيرا على كل المعطيات في البلد، ومنهم جائحة كورونا التي عصفت بالعالم وغيرت الكثير وكانت عبئا حقيقيا على أداء الحكومات في مختلف دول العالم، ثم الوضعية الأمنية في شبه المنطقة. من المعروف أن منطقة الساحل وإفريقيا الغربية على العموم تشهد حالات انفلات أمني كبير وحالات تغيير غير دستوري كبير، ومن جرى عنها من مشاكل موريتانيا لم تكن بمنأى عنها، كما أن الجائحة كان لها التأثير الكبير على كل البرامج الاقتصادية والاجتماعية التي أثرت. ومع هذا تبقى الحصيلة إيجابية إذا ما نظرنا إلى الإشكالات الاقتصادية الكبيرة ومالية الدولة. نذكر أن